So, مرحبا برايني. مرحبتين يا كريستي، كيفك اليوم؟ كل شيء تمام الحمد لله. خير، وانتي؟ الحمد لله، الحمد لله كمان، ماشي الحال. So, برايني، من وين حضرتك؟ أنا من إنجلترا. أوكي. وفعليا هيدا أول سبب قررت بلش الدروس العربي. يعني بإنجلترا نحن كسلانين بلغات، يعني كتير ناس تحكي إنجليزي بالعالم، فإذا أنتوا إنجليزيين أحكي لغتين أو أكثر مش ضروري، فمش عادي، بس ما بدي يكون كسلانة. والسبب الثاني قررت بلش الدروس العربي للحب. الصحابي لبناني، وبدي أحكي مع عائلته وأصحابه بالعربي مش إنجليزي، وكمان بدي أعرف كل شيء عنه، يعني ثقافته طبعاً، بس كمان كيومه وحضامته، عرفتي كيف؟ لا كل شيء. وبفكر العربي، بدون العربي عندي بس نص أسطو يعني. فهمت عليك، فهمت عليك. واو، تمام. كيف فادتك اللغة العربية؟ العربي أعطاني كتير والله. هلا أنا منفتحة أكثر من قبل أكيد. زايد بدرس سياسة عالمية بالجامعة، وعندي اهتمام بالشرق الأوسط، وبفكر اللغات العربية مفتاح أفهم هالمنطقة. وبعد شي رحت على لبنان بس مرة واحدة، بس بسبب الدروس مع نايلة بحس إنه أنا قريبة من لبنان كل أسبوع يعني. يا الله، في هلا. نايس، حلو حلو حلو. بكلمتين وصفي لي الخبرة تبعك مع صفوف نايلة. كلمتين. كلمتين. صاف نايلة، كلمتين، بكلمتين، واسع ومرح. واسع لأن بالصف نحكي عن أشياء بتصير هلا بالعالم، يعني مثل الوضع بلبنان أو الأزمة بفلسطين، يعني ما مندرس قواعد بس. ومرح لأن من غني ونحضر أفلام جديدة مع بعض بالصف. حلو، كتير هلا، وبحب صف نايلة والله. تمام، اوكي، بسطتيني. تتذكر شي مرة استعملت العربي وكان الموقف بضحك أو مهضوم أو شي هيك علق براسك؟ عندي أكثر من ذكرى واحدة حلوة، يعني كل مرة بطلب أكل بالعربي مثل فطاية ومناقيش، بحب لما العالم العربية بيتفاجئوا لما بحكي عربي معهم. وكمان إذا بيقولوا لي
عندك لحجة لبنانية. أنا كتير مبسوطة بلاقي هيدا الشيء كتير حلو. حلو حلو إيه نايس. سو عندك شي كلمة أو عبارة مفضلة بالعربي وليه؟ أكيد أكيد، بس أولا بدك تلعبي لعبة معي. اوكي اسمع حزار شو، نايس اوكي. عارفي انا ما ولا حزار مرة شو؟ لعبته. اوكي أوكي. بالإنجليزي a game of charades with a Lebanese twist. So, you have these cards and you have sayings, phrases, or dishes, or Lebanese songs, or places in Lebanon, and you have to act them out. So, okay, هيدا مفضلي. Okay, في أربع كلمات و كلمة تانية. شعر شعر بالضبط، وكلمة أخيرة لسان بالضبط. فكل شيء او ماي جاد. تعرفي في لسان وفي شعر. نبت شعر على لساني. طالية شعر الثاني. نايس. So yeah, hair grew on my tongue. It's so funny. يعني nice. when you repeat yourself so much. Yes. You said something so many times. So funny. I love it. Yeah. في لازم كل الكيميس تبع نايلة نجتمع شي مرة من بعد كورونا أكيد ونلعب هيدا اللعبة. منيحة. إيه. عن جد. مع أكل لبناني كمان. You bring your boyfriend Hello. كمان و... I can't wait. Yeah, أنا yeah. كمان. Yeah. أكيد. يلا. Amazing. برايني ميرسي عن جد، شكرا كتير، كانت حلوة هالمقابلة، ف شكرا لإلك. شكرا. نايس. وإن شاء الله بشوفك. إن شاء الله أكيد، إن شاء الله بشوفك من بعد كل هالشي. و يعطيك العافية. مرسي مرسي. أنت كمان. باي، مع السلامة.